أحبائي المشاهدين، حلقة جديدة ومتجددة من برنامجنا الجميل دليل سيسات. حريصين دايما على المعرفة وحريصين دايما على أننا نديكم معلومة تكون مهمة ومفيدة وكمان بتكون سعيدة لحياتنا. النهاردة عندنا حلقة متميزة جدا، حابة أن أنا أقول لحضراتكم في البداية انه حلقتنا النهاردة هي بتعتمد او بتدخل في مجال التأمين الخاص بالشركات ورجال الاعمال، وده موضوع هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن حابة اني انوه على انه ضيفنا النهاردة هو ضيف متميز جدا وما هوش جديد على برنامجنا، لكن هو من الضيوف اللي أثروا البرنامج وأضافوا إليه الكثير، والحقيقة هو من الضيوف اللي أنا بعتبره مهني في عمله، لأنه بيقرأ كتير، لأنه مثقف، لأنه بيدور على الجديد في شغلته، فهو مهني بجد. ضيفنا النهاردة هو الأستاذ جوزيف جبرة. أستاذ جوزيف جبرة هو سيرتيفايد بابليك كفر كاليفورنيا انشورنس ايجنت لكفر كاليفورنيا وسيرتيفايد بابليك اكاونتنج. يعني هذا الرجل هو من رجال او من يقال عنهم محاسب قانوني في امريكا، وكمان هو مؤلف كتاب افوردبل كير تاكس، لانه من القوانين الجديدة اللي بيعرفها وإيه اللي بيسمعه وإيه اللي بيقراه بيحاول يحطه للناس، سواء عن طريق الإعلام أو الميديا أو سواء عن طريق كتابة الكتب، عشان يساعد الناس إن هم يكونوا أفضل ويكون عندهم معلومات أفضل ومعلومات كتيرة. أستاذ جوزيف، برحب بحضرتك جدا. مش عايزة أقول ضيف، أنا عايزة أقول صاحب بيت، صاحب مكان، وبنشكر حضرتك على الإضافات الكتيرة اللي أنت بتعملها دايما للناس. وعايزة أشكرك على حاجة وأقولها للمشاهدين، أنه إحنا اتفقنا مع الأستاذ جوزيف أنه بما أنه مهتم وعنده خبرات كتيرة في مجال الفاينانشال، فهنقوم معاه بعمل كورس. الكورس ده هيكون شهري، هيتكلم فيه عن موضوعات مهمة جدا بس مبنية على بعضها. الموضوعات دي هتكون فيه او هتكون عن مفهوم او فكر او طريقة او العمل في مجال الائتمان. يعني ايه هو الائتمان؟ يعني ايه هي انواع القروض؟ يعني ايه هو تاريخ الكريدت اللي نقدر نعمله بشكل جيد علشان نقدر نحصل على طلبات او نقدر نحصل على قروض او يبقى لنا تاريخ جيد؟ لانه انتوا حضراتكم عارفين ان امريكا اهم حاجة فيها هي الجود كريدت. اللي عنده جود كريدت جيد وباني هيستوري كويس بيقدر يحصل على مميزات عديدة. ايه هي المميزات وازاي نبنيه؟ دي كلها موضوعات حضراتكم هتشوفوها فيه او هتعرفوها من خلال بنائنا أو دراستنا لهذا الكورس اللي له علاقة بالائتمان. أستاذ جوزيف، موضوعنا النهاردة موضوع مهم وموضوع يمكن ما حدش اتعرض له كتير، وموضوع عايز up to date في المعرفة و up to date للقوانين. موضوعنا النهاردة عن التأمين الصحي والشركات والمشروع للتأمين الصحي للشركات والمشروعات الصغيرة وللعاملين والناس اللي هم بيشتغلوا في المجال ده. يعني نقدر نقول ان هو مهتم قوي ومركز قوي على، مش عايزين نقول رجال الأعمال الكبار، لكن سواء كان عنده عمل صغير او مشروع صغير او عمل كبير، فاحنا عايزين نركز على الموضوع ده. يمكن في أسئلة كتير بتدور في ذهنهم لما بيبقى رجل أعمال أو صاحب مشروع وعايزين نتكلم عن القوانين في المجال ده أو التأمين للعاملين في المجال ده. دايما بندور على يعني إيه تأمين صحي للعاملين، يعني نعمل إيه كأصحاب شركات، يعني إيه هي المزايا اللي ممكن يديها التأمين الصحي للعاملين لأصحاب العمل، يعني هو كصاحب عمل ياخد مزايا إيه، يعني ايه هي الغرامات الضريبية لو هو ما قامش، هو في غرامات ضريبية زي الناس اللي بيعملوا تاكس ولو ما عملوش الفايل بتاعهم او ما قدموش ممكن يبقى عندهم غرامة، او اللي ما عملش تأمين صحي ممكن يبقى عنده غرامة، حتى الراجل صاحب العمل ممكن يبقى عنده غرامة. يعني عايز اقول اسئلة كتير في ذهنهم، احنا محتاجين نعرف ايه القوانين الجديدة
ايه اللي ممكن يعمله، وايه احسن الطرق لعمل التأمين الصحي للعاملين لأصحاب العمل. هنتعبك ونقول لك افتح لنا الكتاب في الموضوع ده واحكي معانا ايه اهم حاجات فيه. تمام، اتفضل. اولا ابتدي اشكر حضرتك واشكر قناه لدورهم المتميز في اثراء المعرفه وتوصيل المعلومه للمشاهدين. الموضوع ده نتكلم فيه لانه من اسبوع او من 10 ايام بالتحديد كان في خبر عن المحكمه العليا. السوبريم كورت وعلاقتها بموضوع اوباما كير، انه كان في قضيه اتبنتها السوبريم كورت او اتبنتها السوبريم كورت شهر 11 اللي فات، والحكم كان فيها في اخر شهر 6 الشهر اللي فات ده، وانتهى بانه المحكمه حكمت لصالح اوباما كير انه السبسيدي او التاكس كريدت للناس اللي في الولايات التانية هيستمر وهيستمر العمل دي. دي طبعا نجاح تاني بعد القضية الأولانية اللي كانت في 2012، نجاح تاني لأوباما كير واستمرارية قانون أوباما كير. القانون ده احنا ليه بنتكلم دلوقتي عنه؟ لأنه كلنا من أول ما ابتدى في 2014 الناس تقاعست شوية أو قالت طب ننتظر نشوف، مش هيكمل. الخطوة اللي جاية أو المرحلة اللي جاية، إحنا خلصنا 2014 مع الانديفيديوال أو مع الأفراد ودخلنا 2015. 2016 هيبتدي التطبيق على الشركات وعلى المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة. طب معلش بداية قبل ما ادخل في القصة المتخصصة جدا، خليني اقول للناس وانا كمان اعرف ايه الفرق بين شركة وبين مشروع صغير، وطالما القانون بيطبق على الاتنين يعني ده شكله ايه وده شكله ايه. هل الشركة تقصد حضرتك بيها انه عدد العاملين فيها كتير، ولا هي لها تبع لقانون معين مختلف عن المشروع الصغير؟ وايه شكل مشروع صغير؟ يعني في عاملين قليلين، ولا هو حجمه صغير، ولا الفلوس بتاعته اللي بتدار هي حبة صغيرين، ولا ايه؟ لا، لو قصينا ضريبيا او محاسبيا، الشركة هي الصفة القانونية اللي شخص يبتدي بيها العمل بتاعه، النشاط بتاعه. ايا كان ممكن يكون عامل شركة وهو سيلف امبلويد، هو الوحيد اللي شغال فيها، هو برضه عامل شركة. وممكن يكون معاه موظف واحد، ممكن يكون معاه 100 موظف او اكثر او اقل. في نظر القانون او التعامل الضريبي شركة. ثانك يو على التوضيح. لان فكرة شركة عندي وعند الناس انها حاجة كبيرة، شركة بقى فيها عاملين كتير، لكن انت حضرتك وضحت لي انه القانون بينظر لاي شخص بيعمل بناء قانوني ان شاء الله معاه موظف واحد او معوش او كمان معوش. يعني انا ممكن اعمل شركه وانا معيش موظفين، مع نفسي في البيت ولا بامكانيات بسيطه؟ ابسط الامكانيات، هي مجرد فايل بنعمله مع الاستيت ونقول احنا عايزين نعمل كيان قانوني شركه شخصية اعتبارية، وبديها رقم خاص مع الفيدرال غير الرقم بتاعي انا بتاع السوشيال بتاعي. فكلمة شركة او مشروع صغير ده موضوع تاني قانونيا حاجة، ومن ناحية التعامل التأميني ليه تعامل تاني. تمام، بس حضرتك وضحت لي نقطة حلوة. فكرة شركة دي في ناس متخصصة لبنائها. انا مش عايز اخرجك عن الموضوع، بس انا بحب الناس لما تفهم. يعني انا دلوقتي فهمت حاجة جديدة، انه كلمة شركة لا تعني ان انا يبقى عندي موظفين كتير. كلمة شركة ممكن اكون انا لوحدي بروح لمحاسب قانوني زي حضرتك واقول لك انا عايزة اعمل شركة. قبل برضو ما ادخل في الجزئية دي، يعني اعمل شركة يعني انا استفيد ايه؟ بعملها بيزنس مثلا لنفسي؟ لانه انا بقول انا عندي بيان قانوني
اتعامل بيه ضريبيا وماليا غير التعامل الفردي بتاعي انا، الانديفيديوال بتاع الانديفيديوال الاشخاص. بتاعنا. تمام، كويس، ده مفهوم الشركة. ايوه فاللي احنا بنتكلم عليه النهارده بناء على السوبريم كورت والقرار بتاعها، برغم انه هذا القرار حتى لو طلع ضد القانون بتاع اوباما كير لا يعنينا احنا هنا في كاليفورنيا، لانه احنا في كاليفورنيا ما كانش عندنا اي ضرر لو حصل اي موافقة أو عدم قانوني موافقة. موافقة أو عدم موافقة. ولكن في حد ذاته إنه تاني مرة السوبريم كورت أو الخلاف يتصاعد للمحكمة العليا، والمحكمة العليا تحكم لصالح قانون الأفورد والإير أكت، ده بيعني إنه ده الله أو زلان قانون الأرض، القانون اللي إحنا لازم كلنا نمشي عليه. المشكلة انه احنا كتير قوي مننا احنا المصريين او العرب ساعات بنستنى لغايه لما الطوفان يجي وبعدين نقول نعمل ايه. انا عندي راين كتير امريكان بلاقيهم دايما اول ما بيسمعوا خبر بيقولوا يقولولي ايه الموضوع ده، بيحبوا دايما يبقوا اهد او يتعاملوا مع الحدث قبل ما يجي. فالعقلية دي أو المنظومة دي نفسنا إحنا كمصريين أو كعرب إن إحنا نتعامل مع المواقف بنفس الموضوع. ما هو ده بعد إذن حضرتك سبب وجود حضرتك هنا. تمام. وسبب عشان. وجود خدمتك اللي أنت عايز تقدمها للناس، لأنك عايز تعمل وعي معرفي، بتقول إلحقوا بلاش نستنى لما الأمور تتفاقم ونقع في مشاكل. وده هدف، يعني اتصور ان هو هدف جيد وخدمه، وده هدف البرنامج برضه. وده هدف البرنامج ده، ما فيش كلام. فالفكره ان احنا مرينا في 2014 من العقليه دي، انه ناس كتير قالت انا مش هشترك في اوباما كير، التكاليف عاليه شويه، او انا مش شايف ان الموضوع ده ممكن، انا ليه ادفع وانا مش عايز انشورنس. وفي النهاية الكلاين دول أو الناس دول لقينا في وقت الانكم تاكس لما بنعمل لهم انكم تاكس لقينا إن عندهم مشاكل وبيدفعوا غرامة. الغرامة بالنسبة للإنديفيديوال كانت أمرها سهل، يعني 1%، يمكن السنة 2015 هتزيد تبقى 2%، 2016 تبقى 2.5%، برضه نوعا ما بالنسبة للإنديفيديوال أو للشخص امر هين، ممكن اقول وماله هدفعه. ولكن المشكله مع الشركات لما يبقى عندهم الغرامه، الغرامه هتبقى عبء ثقيل على الشركه. في ندوات سابقه عملناها كانوا اصحاب العمل يقولوا طب وانت تجبرني ليه؟ هو انا قادر اوفي مصاريف شركتي وقادر ان انا يا دوب بريك ايفن، ومنت تضيف عليا حمل اللي هو التامين الصحي العمال. صح ومش صح، لانه صحيح هو هيبقى عبء مالي جديد، ولكن العبء المالي ده هيكون اخف من الغرامه نفسها. هنا لازم نتعرف مع بعض على القانون، معطياته، مميزاته وعيوبه. تمام، ونتفادى العيوب، ولو في لينا ميزه ضريبيه او ميزه تامينيه نبتدي نتعامل معاها ونستفيد بيها. ده حقيقي. طيب هل حضرتك يعني شايف ان احنا نشرح ده اكتر للناس وناخدها كده واحده واحده، ودايما فكر الناس انه مش بالضروره الشركه تكون كبيره، هي ممكن الشركات تكون فيها موظف واحد، اتنين موظفين، مفيش. تمام. اللي حضرتك دايما بتسميهم السمول بزنس، ونشرح الموضوع اكتر. اول شريحه بفكركم بيها موجود فيها الاسئله، طبعا ده الموضوع التامين الصحي. الشريحه دي بتقول تاني ايه هي الاسئله اللي اصحاب العمل دايما بيفكروا فيها، يعني ايه هو التامين الصحي للعاملين، ايه هي المزايا اللي العاملين بياخدوها واصحاب العمل بيحصلوا عليها، ايه الغرامات. الحقيقه الموضوع محتاج شرح،
استاذ جوزيف يعني نتعبك وامشي معانا واحده واحده ومعانا الباوربوينت واشرح لنا كل الافكار اللي بتدور في اصحاب المشروعات واصحاب الشركات. تمام. نرجع للسؤال اللي حضرتك قلتيه من شويه، هل انا ممكن يبقى عندي شركه وانا لوحدي؟ عشان نجاوب على الاسئله الثلاثه اللي كانوا موجودين دول، ايوه، لازم نبص على حجم الشركه. القانون يتعامل مع حجم الشركه، لو نبص للسؤال اللي بعده على حجم الشركه وكل حجم ليه تعامل خاص معاه. فاحنا هنقسم هنا الحجم بتاعنا لاربع انواع. اول حاجه اللي هي السيلف امبلويد زي ما حضرتك قلت من شويه، بتاعتي شركه بتاعتي وانا بس اللي شغاله وما عنديش موظفين. هنا حضرتك هتتعاملي التعامل معاكي هيكون مع الانديفيديوال رغم ان عندك شركه، لكن التامين الصحي بتاعك هتدخلي في نطاق الانديفيديوال اللي هو ابتدى اساسا من 2014. النوعية الثانية أو الجزء الثاني اللي هو الشركات اللي فيها أقل من 25 موظف. لو أنا عندي أقل من 25 موظف، أنا عندي هنا مجموعة أو باكج من المزايا الضريبية والمزايا التأمينية. الباكج ده ليا أنا كصاحب عمل. أول حاجة كصاحب عمل الميزة الضريبية اللي هستفيد بيها انه المصروف اللي انا بدفعه للموظفين بتوعي في التأمين الصحي ده تاكس ديدكتبل، يعني بيتخصم من مصاريف البزنس بتاعي. الحاجة الثانية انه لاني اقل من 25 موظف مع وجود شروط معينة ثانية، هنا انا من حقي ان اخد تاكس كريدت يوصل ل 50%. قبل ما يتطبق اوباما كير في 2014 كان التاكس كريدت من اول ما طلع في 2010 اوباما كير كان 35%. فكان اصحاب الشركات اللي عندهم اقل من 25 موظف وبيقدموا تامين صحي للعمال كانوا ياخدوا تاكس كريدت 35%. زاد من اول 2014 الى 50%. دي الميزه الثانيه. طب دي ميزه حلوه خالص. تمام. ولو بصينا للميزه دي بمبدا ثاني ظريف قوي، انه تكلفه الانشورنس بتاع العامل بالنسبه لصاحب العمل ممكن يوصل لاقل من الثمن او يوصل للثمن. يعني انا هدفع ثمن القيمه دي علشان انا اقدم حاجه بسيطه. تمام. الفرق ده ممكن نحسمه بعمليه حسابيه صغيره قوي. علشان استفيد من التاكس كريدت بتاعي اللي هو 50% من التكلفه اللي انا بدفعها، انا لازم اساهم ب 50%. فلو شفنا انه الانشورنس للعامل هيكلف لي 100 دولار، مفروض عليا قانونا عشان استفيد من المنفعه الضريبيه ان انا اساهم على الاقل ب 50%. يبقى انا التكلفه وقعت عليا كام؟ 50%. ال 50% دي تعتبر بالنسبه لي انا تاكس ديدكتبل. بما انها تاكس ديدكتبل، لو انا الشريحه الضريبيه بتاعتي 25% يعني الربع، فانا خدت ربع ال 50% اللي انا دفعتها ويف من الضريبه. وارجع تاني تقول لي كمان خد النص، لان انا ليا up to 50% من اللي انا دفعته. فاخدت النص كمان تاكس كريدت. يبقى انا فاضل لي ربع ال 50% اللي انا دفعتها. ربع ال 50% اللي انا دفعتها تعادل ثمن تكلفه صاحب العمل العاملين. فأنا هنا دفعت يعتبر التكلفة الحقيقية عليا الثمن. الميزة الثانية التأمينية، إنه أنا كصاحب عمل لما بقدم انشورنس للموظفين اللي عندي، أنا كده هضمن إنه العامل الكويس اللي أنا محتاجه يستمر معايا. لقي عندي ميزة
مش هيسيب لي ويروح بره. فلعلي ميزه ان انا بقدم تامين صحي. فاذا انا عملت ريتنشن للامبلويز الكويسين. طيب عايزة أقف بس عند النقطة دي ولا تحب تكمل لا الأول؟ لا اتفضل. عايزة أقف بس عند النقطة دي وأبص على العاملين مش على العامل. صاحب العمل. صاحب العمل. العاملين هياخدوا تأمين صحي بالوضع ده مجاني ولا هو بيدفع فيه؟ لا بيدفع ال 50% بتاعته اللي هي النص التاني. تمام. يبقى كأن هو بيدفع 50 فما بقتش ميزة ليه؟ ما هو ممكن يروح اوباما كير اللي هو المجاني. نعم. او يروح كفر كاليفورنيا حسب الانكم بتاعه فيدفع اقل من 50%. يبقى العامل هنا ازاي هيتمسك بالعمل او هيعتبر انه التامين الصحي بالنسبه له في المؤسسه دي او في الشركه دي ميزه؟ تمام. هنا بتعتمد على الانكم بتاع العامل. ايوه. لو الانكم بتاعه عن مستوى معين ممكن مالوش ميزه في كفر كاليفورنيا. لو الانكم بتاعه ضعيف هنا هو هيبقى ليه ميزه في كفر كاليفورنيا. يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ هو ما يقدرش لو صاحب العمل بيقدم له ما يقدرش يسيب صاحب العمل ويروح الا في حاله واحده او في شرط واحد انه حتى ال 50% تعتبر بالنسبه له not affordable. يعني يزيد عن ليميت معين نسبه مئويه معينه اللي هي 9.5%. فبرضه ليها عمليات حسابيه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجروب اللي هو صاحب العمل. يعني مش عارف انا حاسه هي بالنسبه للعامل هي مش ميزه كبيره قوي. يعني انا مش فاهمه القانون ده. طب هو ادى ميزه لصاحب العمل. ما هي الميزه؟ او ليه عمله؟ ايه الفكره من ورا كده؟ الفكره من ورا كده انه قبل كده انا ما كانش عندي تامين صحي. العامل ده ما كانش عنده وكان بيروح لاصحاب عمل عندهم شركات ضخمه ومع ذلك مش راضي يقدم له تامين صحي. طب اوباما كير قال للعمل التامين يعني اجباري على كل الناس. يعني انا كعامل انا اروح اقدم في اوباما كير اقدم الـ يعني في حاله واحده ان الانكم بتاعي انه انا ما عنديش حد بيقدم لي تامين صحي او التامين الصحي اللي بيقدم لي تكلفته عاليه عليا فهنا اقدر ادخل اوباما كير. اوكي تمام. يبقى احنا دلوقتي بالنسبه للعامل اذا كان ال 50% هي اعلى من ال 9% 9.5% او 9.5 هو هيروح لاوباما كير يروح ويقدر يستفيد بالتاكس كريدت. يس اوكي تمام. المجموعه الثالثه من الكمباني سايز اللي هي مجموعه من 25 ل 50. زي ما شفنا في الفيديو انه وي ار نوت ريكوايرد. احنا مش الزامي علينا. ده السؤال الاولاني هنا. هل التامين الصحي للعاملين اجباري؟ تمام. لو بصينا للاربع حالات احنا اتكلمنا على الحاله الاولى ان الحاله الاولى ده مش هيبقى عاملين مش هيبقى شركات هيتعامل كفرد. المجموعه الثانيه والثالثه دول اللي اقل من 50 موظف. هنا ده مش اجباري عليا. التأمين الصحي مش إجباري، يعني لو صاحب العمل ما قدمش ما عليهوش أي غرامة ضريبية، ما عليهوش أي عبء مالي، ما عندوش أي مشكلة. بيقدموا ليه؟ في ناس فعلاً بتحب تقدم التأمين الصحي للناس اللي عندها، وبتقدم ده ميزة في البيزنس بتاعها اللي هي عايزة تحتفظ بالناس عندها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في ناس بتدور على ده لأنه ممكن تاخد منه المنفعه التأمينيه. في منفعه تأمينيه تانيه انه انا لو عملت جروب انشورنس بيبقى عندي من خلال كفر كاليفورنيا ميزه انه اقدر اعمل دنتال جروب انشورنس. والتأمين الصحي على الاسنان ده موضوع كبير وموال جامد جدا. لو الفيديو لو في واحد حب يقدم على التأمين الصحي للأسنان
هيلاقي البرودكت او السلعه اللي مقدمه التأمينية المتاحه ليه احسن لا تساوي شيء، والسلعه اللي تساوي هيدفع لها مبلغ بريميوم عالي، وعلشان كمان يستفيد من السيرفيس بتاعته لازم يدخل في حاجه اسمها ويتنج بيريود، ممكن تبقى 6 شهور او سنه. ويتنج بيريود يعني ادفع التامين بتاعي من غير ما استفيد من 6 شهور او سنه. 6 شهور على الاقل. فده اللي هو التامين على الاسنان، وده صعب جدا وكلنا محتاجينه. وفي نفس الوقت كمان عاملين له ليميت $1000 او 1500. عندي كلاينت كتير يعني كانوا فعلا بيعانوا محتاجين ده ومش لاقيينه ومش لاقيين اللي هو مفيد، او هيدفعوا مبالغ قليله بس هياخدوا سيرفيس الكواليتي بتاعتها مش حلوه، وهيدفعوا مبالغ كتيره وهياخدوا سيرفيس. طب انا ليه ادفع؟ ما انا ادفع من الدكتور دايركت. لكن التأمين الصحي للجروب انشورنس بتاع الدنتال رائع رائع رائع، ما فيهوش ويتنج بيريود، التكلفة بتاعته أقل، فكل الناس بتدور عليه. ناس كتير كانوا بيقولوا لي طب الشركة دي بتقدم التأمين الدنتال انشورنس؟ لا، أقول لهم أه بس بتقدمه للجروب انشورنس. فدي الميزه اللي ممكن صاحب العمل يقول انا هعمل تامين صحي، انا عندي 2 أو 3 موظفين وهعمل تامين صحي جروب انشورنس. هنا جوفر كاليفورنيا بتقدم الدنتال انشورنس وبتقدمه بمميزات حلوه جدا، لانه زمان كمان كان في الجروب انشورنس قبل جوفر كاليفورنيا كان ممكن لازم يكون عندي عدد معين من المشتركين في البلان. النهارده كفر كاليفورنيا تقول لك لو انت عندك جروب انشورنس في الهيلث ممكن تاخد جروب انشورنس في الدنتال حتى لو لواحد بس. لو واحد بس هو اللي عايز الدنتال انشورنس. طيب خليني الخص اللي انا فهمته. تمام. علشان لو انا فهمت يبقى الناس فهمت. عشان بفهم في الاخر متاخر. الشركه اللي عددها أقل من 25 صاحب الشركة ممكن يقدم للعاملين على تأمين صحي أو ما يقدمش، له الحرية. تمام. ولكن إذا قدم على تأمين صحي فهو عنده ميزة إن الجروب بتاعه العاملين بتوعه ممكن ياخدوا ميزة الكفر كاليفورنيا للدنتال. تمام. لأنه الدنتال ده فعلا حاجه صعبه، وان شركات الانشورنس الثانيه لما بتيجي تعمل انشورنس او تامين للاسنان بيبقى عندها فكره انه ادفع 6 شهور ادفع سنه وبعدين ممكن اديك 1000 او 1500 على ما تيجي تشتغل. سؤالي ده اذا كنت انا ماشيه صح كده، صح. سؤالي هل الكفر كاليفورنيا لما بيجي يقدم انشورنس للدنتال حتى لو مش بيحددوا بليمت معين للفلوس، هل في نوع معين اللي انا اعرفه ان الاسنان في التامين ممكن يقول لك انا بكفر الاسنان الاماميه، انا بكفر الروت كانال بس، انا بكفر اللي مش عارفه التنظيف الاشاعه وات ايفر. تمام. هل في كفر كاليفورنيا بيبقى برضو عندهم نفس الفكره فكاننا طلعنا من نقرة دخلنا في تحضيرة، ولا الموضوع مختلف؟ لا الموضوع مختلف، لأنه الانشورنس متقدم مغطي كل شيء، مغطي البيزك سيرفيس، مغطي الميجر سيرفيس، وكل حاجة برضو على حسب البلان. احنا بنختار بلان لأنه الميزة هنا في جوفر كاليفورنيا، واللي كانت الناس زمان متخوفة منه انه حاجة معموله من الحكومه يبقى احنا ما عندناش اختيار. لا، حريه الاختيار لينا مع الشركات اللي احنا عايزين نختار منها، مع انواع البلان اللي احنا عايزين نختارها. البلان يبقى كل حاجه ليها الليمت بتاعها، الكوب بيمنت، الديدكتبل، بس الدنتال في الجوفر كاليفورنيا الشركات مقدمه عروض وحاجات جميله جدا. طب السؤال بره الموضوع. فضل. الناس الانديفيديو اللي هم مش في شركه واللي ما عندهمش شركه
ما يقدروش يدخلوا في كفر في الانشورنس بتاع كفر كاليفورنيا دنتال؟ ما الحق ده؟ لا، لازم صاحب عمل؟ هو الدنتال دخل للجروب انشورنس، واحنا في اول 2014 لما ابتدى ما كانش في عندنا الدنتال. ايوه مظبوط. في 2015 عملوا تعديل للاطفال اللي اقل من 18 سنه، انه الهيلث انشورنس بتاعهم كمان مغطي الدنتال. مظبوط. اللي كان المفروض يتعمل في 2015 ان هم كانوا هيضيفوا الدنتال كمان علشان يبقى اوبشن للادلت. ايوه. بس لسه ما تمتش. لكن هي موجوده، الاوبشن ده موجوده للجروب انشورنس. فالانديفيديوال النهارده لو عايز دنتال انشورنس من خلال كفر كاليفورنيا، نتمنى ان شاء الله انه 2016 يكونوا عدلوا ده. عدلوا وطبعا ده او حضرتك هتيجي هنا وهتقول لنا، لان انت بتاع الاب تو ديت، بتجيب القوانين بسرعه إن شاء الجديد الله. باستمرار، ودي حاجه حلوه انك تخلينا دايما اوير. تمام. اوكي كمل حضرتك. فدلوقتي 25 في ما تحت 25 واقل، من 25 ل 50 هو زيه زي الفئه الثانيه اللي هو اقل من 25، ما عليهوش اجبار وليه مزايا، المزايا التامينيه، ليه المزايا الضريبيه بس جزئيه منها مش كلها. احنا اتكلمنا عن الفئه الثانيه اللي هي اقل من 25، المزايا الضريبيه بتاعتها حاجتين اللي هو التاكس كريدت والتاكس ديدكتبل. من 25 ل 50 هيبقى التاكس ديدكتبل موجود، لكن التاكس كريدت مش هياخد. هقول بسرعه كمان عن الفئه الثانيه اقل من 25، ليها شروط ثانيه علشان اخد التاكس كريدت، انه المتوسط أجور ال 25 عامل في السنة ما يزيدش عن 50,000، وكمان أنا كصاحب عمل لازم أساهم ب 50% من تكلفتهم. فدول التلات شروط، إنه يكون عندي أقل من 25 عامل، متوسط أجورهم ما تقلش عن 50,000، سوري ما تزيدش عن 50,000، والشرط الثالث انه انا كصاحب عمل اساهم ب 50%. كويس. كده يبقى انا باخد الميزه الضريبيه الثانيه. أيوة. اللي هو التاكس كريدت اب تو 50% من اللي انا بدفعه. اوكي. الفئه من 25 ل 50 يبقى ملهاش التاكس كريدت. تمام؟ كويس. اخر مجموعه او اخر فئه اللي هي من 50 ل 100. هي رقم أربعة. رقم أربعة. أي صاحب عمل عنده موظفين من 50 ل 100 موظف، هنا لبقى دخل في الإلزام. دي شركة الإلزام. وهو زي ما حضرتك قلت الشركة كبيرة. وفعلا هنا ده ما بقاش مشروعات صغيرة. من أول 50 عامل يعتبر شركة كبيرة، والشركات الكبيرة هي اللي بتقع في عنصر الإلزام. في نقطتين مهمين قوي عايز انوه ليهم. نمرة واحد، في اصحاب عمل ممكن يكون عنده شركة 2 3 10، كل شركة ليها اسم مختلف وكيان قانوني مختلف، وكل شركة ليها الموظفين بتوعها، ممكن في كل شركة يبقى اقل من 50 عامل. حتى هنا بنتحايل على القانون. مش هنقدر نتحايل على القانون. هيعمل ايه طيب؟ هي دي النقطة اللي أنا بتكلم عليها. النقطة اللي ناس كتير بتجهلها، وللأسف ممكن تعرف المعلومة دي في نهاية 2016، إنه تيجي الأي آر إس تقول له تعالى أنت صاحب عمل لعشر شركات، مجموع الموظفين في العشر شركات يزيد عن 50 موظف. انت الزام عليك انك تقدم تامين صحي للعاملين لانك وان امبلوير. الشرط ده ساعات كتير ناس مش عارفاه. ايه علاقه الاي ار اس بالتامين؟ ما احنا قلناها ودايما في العمله واحده. وجهين لعمله واحده. دلوقتي انا ما اقدرش افصلهم
وده فعلا حقيقي، انه انا ما اقدرش افصلهم عن بعض. وكمان دلوقتي بقت الميديكال بقى يقدر يدخل على الداتا بتاعتي في الاي ار اس، في الاي ار اس، وكمان الاي ار اس بتاخد معلومات من شركات الانشورنس ومن جوفر كاليفورنيا، وتاخد فيها تعيين حساب الانكم تاكس بتاعي. فعلشان كده دلوقتي المشكله انه احنا قبل بدايه 2016 بوجه لكل اصحاب العمل، نمره واحد، شوف انت عندك كم موظف، انت هتقع في انهي كاتيجوري من الاربعه. ومن هنا تقدر تقول انا هل هو اجباري عليا ولا لا. افتكر ان الشخص اللي كان عنده 10 شركات بيبص لنفسه على كل شركه يقول لا انا عندي اقل من 25 موظف. يبقى انا السؤال الاول انه التامين الصحي مش اجباري، ولكن قانونا او ضريبيا انا يعتبر قدام مصلحه الضرايب صاحب عمل لكل الشركات دي، انا الامبلوير واحد ومجموع الموظفين عندي ده. اصبح اجباري. اصبح هنا اجباري. فدي كانت المشكله. كويس. طب هل بقى هناك مزايا من التامين الصحي؟ حضرتك قلت احنا اتكلمنا عن المزايا. اتكلمنا عن المزايا بالنسبه للفئه رقم 2 ورقم 3 اللي هم اقل من 25 واللي هم من 25 ل 50. الفئه الاخيره المزايا بتاعتها نمره واحد، لما هعمل تامين صحي هتفادى الوقوع في غرامه ضريبيه وعبئها كبير، انه على كل موظف 2000 دولار بعد الموظف رقم 30. يعني لو انا عندي 50 موظف اول 30 مش هتحاسب عليهم، فانا من 31 ل 50 انا كده عندي 20 موظف، على كل موظف هدفع 2000 دولار. يعني انا ممكن ادفع ضريبه 40,000 في السنه غير الضرايب الثانيه اللي انا او ضريبة الدخل بتاعتي، ضريبة الأرباح بتاع الشركة بتاعتي. فهنا أنا بتكلم على عبء جاي، فالميزة إن أنا هعمل ده إن أنا هتفادى هذا العبء القانوني. أنت عارف بنط بأسئلة أنا. اتفضلي. طب افرض إن أنا صاحب عمل وأنا عندي 50 موظف، أنا عديت أهو 25، بس في منهم 25 معينين يعني عندهم البيرول بيبان، وفي تانيين انا مش معينهم، يعني بديهم مثلا كاش او بديهم بيرسونال تشيك مثلا، ايه بقى وضعي او شكلي قدام الاي ار اس؟ قانوني شكلي القانوني بيبان ايه عنده؟ تمام. القانون هنا لما بيتكلم على عدد الموظفين هو بيتكلم على عدد الموظفين اللي داخلين عندي في البيرول وليهم عدد ساعات معينة. لما باجي اتكلم على فول تايم امبلوي انا بتكلم على حاجة اسمها فول تايم امبلوي. يس. فول تايم امبلوي، طب ممكن حضرتك تسأليني او انا هسألك قبل ما اسألك. اوكي. طب لو انا عندي واحد بارت تايم امبلوي اعمل معاه ايه؟ تمام. هو داخل في البيرول، داخل في البيرول يبقى بياخد فاين. شيك. تمام. يبقى لازم هيبقى محسوب على انه محسوب، بس هنا بقى ازاي الانكم بتاعه قليل. في عندنا حاجه ثانيه اسمها equivalent full time equivalent او FTE. الفول تايم equivalent لو انا هفترض ان انا في الشركه بتاعتي انا عندي مثلا 100 موظف، 30 منهم فول تايم امبلوي والباقيين بياخدوا ساعات عمل قليله بارت تايم، قانونا انا هبتدي او لينا احنا كمحاسبين هي ضريبيا، واحنا انا كانشورنس ايجنت برضه لازم احسبها معاه، انه هبتدي اشوف عدد ساعات العمل اللي هو بيدفعها في البيرول بتاعه، وهقسم عدد ساعات العمل دي، هجمع الاول فول تايم لوحدهم واقول البارت تايم ساعات العمل بتاعهم كام واقسمهم على 30.
فكده يبقى المجموع اللي هيتبقى هنا مع الفول تايم هو اللي هيبقى العدد بتاعي. فأنا كصاحب عمل هقع في أنهي شريحة من دول؟ لازم أدخل في عملية حسابية، لازم أحسبها. أنا هبقى في الشريحة اللي هي إجباري عليا الإنشورنس ولا لأ؟ ولا لأ؟ ولا لأ؟ طب لو أنا عندي 5 أو 16 عاملين بديهم البيرسونال تشيك، يعني بيجيني يومين في الأسبوع، يعني بيجيني بشكل مش دائم، فمنين بيجي بكتب له الشيك بتاعه بعدد الوقت اللي ده شكله في الاي ار اس اي، ده تبع التاكس ولا مش تبع ولا تبع الانشورنس؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه، عشان البيرول والبيرسونال تشيك حاجه شويه بعض الناس تختلط عليهم الامر. اه انا ممكن يبقى عندي موظف وانا بدفع له مدخله عندي في البيرول، بس الشيك اللي بطلعهوله بيرسونال تشيك. ايوه تمام، بس داخل في البي رول، داخل في البي رول، عدد الساعات، داخل في البي رول وعدد الساعات، ومديله مفروض عليا ان انا اديله كمان كعب. ايوه او اللي هو البي ستوب. بقول له انه الجروس انكم بتاعك الاسبوع ده كام، خصمنا منك كام للسوشيال، خصمنا من، فطالما حددت له المجموعه دي واديتها له، حتى لو انا اديت له بيرسونال تشيك، البيرسونال تشيك مديه له بالنت مش بالجروس. اما بقى اللي بيدي بيرسونال تشيك بالجروس وما بيخصمش ضريبه، يبقى ما عندوش بيرول، يبقى ظاهريا ملهاش علاقه بيه دلوقتي، ملهاش علاقه بيه، ما نعرفوش، ومش محسوب في العدد، ومش محسوب، ومش لانه محسوب. انا كانشورنس ايجنت لما هيجي واحد يقول لي انا عايز امن عن فلان، هتقول له هات البيرول بتاعه، اديني البيرول بتاعه. اه جوفر كاليفورنيا مش هتقبل اي حد بره البيرول. ايوه فدي في حد ذاتها هو العامل او الموظف الرسمي عندي، وبالتالي ده مش هيتامن عليه، بالتالي مش هيتأمن وده عليه، وده بالتالي هيروح يأمن بقى كفر كاليفورنيا او اوباما كير او حسب ما يقول انا عندي دخل او ما عنديش او واتيفر ايه اللي هيعمله. عن التأمين الصحي للشركات والمشروعات الصغيرة واصحاب الاعمال، يا ترى ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم؟ عايزين نرجع تاني استاذ جوزيف ونتكلم مرة تانية عن ايه هي الـ الوسيلة اللي ممكن صاحب العمل يتفادى بيها الغرامات اللي ممكن تقع عليه، واللي حضرتك اتكلمت ونوهت عنها، ايه هي الغرامات وازاي نتفاداها؟ تمام. الغرامات هنا نوعين. النوع الاولاني اللي هو قلنا $2000 على العامل بعد العامل رقم 30، يعني زي ما حسبنا قبل كده لو 50 موظف عندي يبقى انا ممكن هدفع $40,000. ياه تمام. ده مبلغ. امال لو كان 75 عامل عندي ده بقى ضيعت انا، يبقى انا كسبت ايه؟ ضيعتهم. ده دي الحاله الاولانيه. المشكله الاقوى انه لو انا كصاحب عمل ما قدمتش تامين صحي للعمال اللي عندي، ايه البديل ليهم هم؟ ان هم هيروحوا ياخدوا تامين صحي من كفر كاليفورنيا. او اي مظبوط. تمام مظبوط. لو هم في الحاله دي اللي انا بقول انهم ياخدوا تاكس كريدت. اه. يعني هم بياخدوا دعم من الحكومه. ايوه. هتيجي الحكومه تيجي عليا انا كصاحب عمل تقول لي انت كان الزام عليك تقدم تامين صحي ما قدمتش. الغرامة بتاعتي هتبقى أعلى، بدل $2000 على الواحد هتبقى $3000 على الواحد. طبعا مش هنضرب هنا العدد مثلا 20 واحد في 2000 نقول لا يبقى 20 في 3000. هنا عندنا ليميت، القانون شوية بيدي برضه تسهيلات إنه بحد أقصى هو ال 40,000. يعني لو أنا الغرامة بتاعتي $2000 على 20 واحد، لو عندي عدد من الموظفين بياخدوا دعم من الحكومة الفدرالية، وهنقول مثلا هم 20 واحد، 20 في 3 هيبقى 60,000، لا أنا مش هدفع أكتر من ال 40,000، أو القانون مش هيلزمني أكتر من ال 40,000. فده برضه هنا ليميت
في الغرامة. دي مشكلة. طيب أنا دلوقتي يعني كموظف كعامل أنا مش عايز التأمين. حضرتك قلت لي في أول الحلقة إنه مش بكيفه، لأنه يعني هو لو راح هيلاقي نفسه بيدفع أكتر أو حسب الإنكم بتاعه، تمام، أو 9.5 حضرتك اللي أكتر من 50%، لكن أنا مش مرتاح مع الشركة دي أو مش مرتاح مع الوضع ده. مش مرتاح مع الشركة بتاعتي اللي أنا شغال فيها ولا شركة الإنشورنس اللي مع الشركة لا، بتاعتي؟ الشركة الانشورنس اللي مع الشركة بتاعتي. الميزة عندنا هنا في جوفر كاليفورنيا من ضمن المميزات التأمينية اللي بنتكلم عليها إنه أنا عندي اختيار ما بين 3 شركات. الحاجة التانية إنه عندي ممكن صاحب العمل يقول أنا هختار حاجة اسمها دول بلان. دول بلان يعني 2 بلان في وقت واحد. لو صاحب في بعض أصحاب العمل ممكن يقولوا أنا هختار بلان واحدة وكل تطبق الموظفين على اللي الكل. عندي تطبق على الكل. جوفر كاليفورنيا ادت اوبشن تاني جديد وكويس انه دول بلان يختار نوعين من البلان بيقولوا عليه او يطلق عليه باي اب. لو انا البلان القليله مش عجباني هختار البلان الاعلى. ما هي بفلوس اعلى. ما هو في ناس عايزه تدفع اكتر، ما عندهاش مانع. اللي كاصحاب عمل ولا كعاملين؟ العاملين. ما هو ده البي اب ده اوبشن للعامل، لانه صاحب العمل بيقول له انا هدعمك ب 50% من البيز بلان بتاعنا. نفترض ان ال 50% دي هتبقى $200، هو يقول طيب ال $200 التانيه لو هشتري نفس البلان هدفع $200. طب لو انا نقلت لبلان اعلى هدفع 250، ايه يعني هدفع زياده، فانا هعمل بي اب. لكن صاحب العمل مش هيدفع زيادة. مش هيدفع زيادة، يعني البلان الثانية الأعلى ب 500 هو هيدفع 50% من البلان الأقل. أيوه. تمام؟ فده أوبشنز، وده اللي أنا كنت ده أوبشن للعامل. أوبشن للعامل، والأوبشن ده بيتحدد أولاً من صاحب العمل اللي هو بيقول أنا هزود الاوبشن ده، بدل ما اختار بلان واحده لا هختار نوعين من البلان. من البلان. آه. طب لو بفرض، بص انا بقى معلش انا بتقمص فكره ان انا عامل في شركه وانه انا في حاجات مش مريحاني، فمثلا لو انا الاثنين بلان دول الغالي انا مش قادره ادفعه والرخيص انا مش مرتاح فيه. وبعدين انت لما بتختار بلان لشركه او كشركه، انا ك ك كواحد يعني امبلوير بختار بلان معين، لو بيعمم على الكل قد يرتاح في واحد ولا وما يرتاحش في واحد تاني. يبقى انت كده كصاحب شركه بتحطني في ركنه، بتقولي ان هو ده ومفروض عليك. تمام. أنا هرجع لحضرتك هنا حاجة، الكلام ده كان يقول صحيح لو إحنا في النظام القديم من الإنشورنس أو التأمين الصحي. التأمين الصحي زمان كان بيديني بلان واحدة، والبلان دي صاحب العمل الكل. صاحب العمل بيختارها ويقول إحنا هناخد دي. النهاردة جوفر كاليفورنيا أو أفوردبل كير أكت دلوقتي بقت جميع انواع البلان بتغطي كل حاجه. البلان برونز سيلفر جولد بلاتنم كلهم بيغطوا كل الخدمات، فانا هلاقي الخدمه بتاعتي في اي بلان. الفرق ما بين الواحده والثانيه في حاجتين. ايوه. انا هتحمل بقد ايه او بيمنت او انشورنس والديدكتبل والبريميوم. البريميوم هو القسط الشهري بتاعي، وده هيزيد لو انا اخترت بلان عاليه، والبلان العاليه التكلفه في الخدمات اللي انا بستخدمها بتكون اقل. او البلان الرخيصه اللي انا بدفع فيها قسط شهري قليل، بس التكلفه لما انا اروح للدكتور او استخدم خدمه طبيه بدفع شير اعلى شويه. فهنا الاختيار بتاعي
ما فيش حاجة اسمها أنا مش مرتاح. هي دلوقتي أنا اخترت على حسب الميزانية بتاعتي، هدفع قسط شهري أقل، ولما احتاج الخدمة هدفع أكتر قسط أعلى شوية، أو مساهمة أعلى شوية، أو العكس. فالنهارده ما بقاش في أنا مرتاح للشركة دي ولا مش مرتاح للشركة دي، أنا مرتاح للبلان دي أو لأ. طيب اتفضلي. لا يعني لو تحب تكمل عشان مش حابه اقطعك، تمام. اصل انا مخي عمال يجيب لا اسئله خلاص، وانا بتقمص فكره العامل. ما اقدرش اخد اتنين انشورنس ما في ينفعش، شركتي وبره شركتي؟ ما ينفعش، لانه التغطيه بتاع الانشورنس حتى في العربيات حتى في البيوت ما اقدرش اعمل اتنين انشورنس الا في حالات معينه. يعني ممكن مثلا العربيات ممكن اعمل تامين للعربيات واعمل الامبريلا بتغطي ما اللي ينقص، تمام، طيب. اوفر اند اباف، لكن ما اقدرش اعمل العربيه واحده تامين هنا وتامين هنا، لانه في النهايه لا قدر الله لو حصلت حاجه هاخد من شركه واحده، ما اقدرش اخد من الثانيه، يبقى انا بدفع للاثنين وخدت من واحده بس، تمام. نفس الشيء بالنسبه للتامين الصحي، لو انا بتعامل مع تامين صحي مع شركه ما اقدرش اخد من الشركه دي واروح اخد من الشركه الثانيه، دي بتحصل في حاله واحده بس، ايوه، مع الناس اللي هو فوق ال 65 اللي هم اوريدي ريتاير، عندهم التامين الصحي اللي هو الميديكير بيغطي 80%، ايوه، ويتبقى ال 20% ما فيش تغطية، فأنا ممكن أشتري ال 20% من خلال شركة انشورنس تانية. فشركة الانشورنس التانية بتدفع ما يزيد أو الجزء اللي لم يتم تغطيته، فأنا كده مؤمن 100%. عايزة بس أسأل سؤال في الجزئية دي، فضل. الميديكير للسيتيزن، للناس الكبار اللي 65 ولكن لازم يكونوا سيتيزن. طيب الناس الكبار ال 65 اللي هم لسه ما خدوش السيتيزن، هم تبع انه نظام؟ تبع كفر كاليفورنيا؟ تمام. ولا تبع انه نظام؟ حضرتك هنا افتكر مره اتكلمنا في الموضوع ده، انت قلت لي بس معلش ناقشناها. بحب افكر. تمام. علشان اخد من الاير، بيتقسم لمجموعه من التغطيه. عندي من الاير بارت اي، بارت بي، بارت سي، بارت دي اللي هو الدرجز. في الحالات دي مينلي الميديكير بيغطي بارت اي وبارت بي، وليتر اون مع افوردبل كير اكت هيدخل بارت دي معايا وابقى متغطي بارت دي، والفجوه اللي موجوده في بارت دي هتتغطي. لما اجي اتكلم على ميديكير فانا بتكلم عن شخص اشتغل لمدة 10 سنين، كل سنة كان بياخد 4 كريدت وحقق الكريدت أو الليمت المطلوب منه في مساهمته في التأمين بتاع الميديكير. لما واحد اشتغل 10 سنين اوريدي هو عدى موضوع الجرين كارد ودخل في السيتيزن وقدم على السيتيزن، تمام؟ فطبيعي هو سيتيزن. الميديكير مش معنى كده انه الميديكير بس للسيتيزن، لا، ممكن واحد ما يكونش عنده سيتيزن ويقدر يقدم على الميديكير، لانه اعرف في بعض حالات شخص قعد في البلد مده طويله اشتغل دفع في الكريدت، لما جه يقدم على السيتيزن حصلت مشكله ما قدمش ما مشيش الموضوع بتاعه وما زال معاه الجرين كارد، وعدى سن ال 65 او عدى ظروف معينه مش سيتيزن. فالميديكير مش بس للسيتيزن، انما الجزئيه اللي حضرتك دايما تسالي عليها ان واحد لسه جاي وما لحقش يكون ال 10 سنين عمل، جبت لقط اللي في دماغي كنت لسه هطلع بيه، ماشي، المهاجر الجديد، تمام. هنا الميديكير بيطلع له ببارت بي لوحده.
انا يعني عارف الجزئيات انه فرق ايه بيغطي حاجات معينه وفرق ايه بيغطي حاجات معينه مش متذكرها بالكامل عشان اكون صريح، لكن الفكره انه انا باخد جزئيه واحده مش باخد الباكج كله ككل. تمام لغايه اما اشتغل واكمل واعمل الكريدت بتاعي، هنا هيبقى من حقي اخد البارت A وبارت B. طيب نقف عند الحته دي. فضل. هذا الشخص اللي عنده 60 65 سنه يعمل في شركه، تمام، فبقى موظف، هل الشركه هتعمل له، صاحب العمل هيعمل له تامين بفكره الاوباما كير، ولا ايه نوع التامين او الانشورنس اللي هيدخل فيه؟ هو لو اوريدي عنده من اير، ايوه، هو هيقول لصاحب العمل انا مش عايز انشورنس، انا عندي كفرج، وده ليجيتمت ريزن او سبب قانوني وسبب مقبول ان هو ما ياخدش تامين صحي. لانه القانون عايز ايه؟ قانون الشرطه والاير اكت عايز ايه؟ عايز ان كل الناس يبقى عندهم تغطيه صحيه. بما اني انا تحت الميديكير او الميديكال مفيش مشكله. طب اشمعنى الموظف الثاني اللي اقل من 60 سنه لما هو عنده ميديكال او ميديكير او اوباما كير هيروح يشتغل هيقول لصاحب العمل انا عندي تامين وانا متشكر مبسوط بيه؟ ليه لا؟ اشمعنى ده وده لا؟ تمام. الفكره؟ الفكره حضرتك هنا لو تفتكر تاني انه Affordable Care Act قانون طالع بيدي بيحقق الـ Affordability. ايوه. او انه التأمين الصحي يبقى ميسور ومتاح لكل الناس. تمام؟ ليه هو الفكرة من ده؟ لأنه التكلفة زمان كانت عالية أوي. ايوه. فابتدى هو اخذ الجزئيه دي، الناس اللي ما عندهمش تامين صحي الحكومه تعتبر هي بمثابه صاحب العمل. وبتقول له انا هقدم لك الافورتابيلتي بتاعتك، ادفع انت الجزئيه دي وانا هدفع لك الباقي على حسب الانكم بتاعه. فيبقى احنا هنا خرجنا من النطاق ده انه من ليس لهم شخص او شركه تدعمهم الحكومه هتدعمهم. ايوه. فعلشان كده دلوقتي اي عامل يشتغل في الشركه والشركه بتدعم يخرج ويدخل في دعم الشركه، خليك مع الشركه بتاعتك علشان كان الشركه بتساعد الحكومه، الحكومه مش متحمله كل العمل لوحدها او تمام. كل التكلفه لوحدها. تمام. فكان الحكومه بتتسند شويه على اصحاب الشركات. تمام. والجزئين التانيين اللي هو الميديكير والميديكال. ايوه. الميديكال لسبب قانوني وسبب برضه يعني عذر مقبول انه شخص ما ياخدش التامين الصحي مع صاحب العمل بتاعه لانه هو عنده ميديكال، لانه دخله قليل ما يقدرش يدفع، فده سبب مقبول. الميديكير انا اوريدي عندي انشورنس كنت بدفع له زمان وانا بشتغل اول باول، الانشورنس ده دلوقتي بقى متاح ليا ومتاح ده يعني بيغطيني 80% وبيغطي معظم المصاريف بتاعتي، وانا بدفع له البريميوم بتاعي او الحاجه بتتخصم كمان من السوشيال. فهنا ده في حد ذاته متغطي تغطية حلوة. ما ينفعش أسيب أولى أنه لو سبته كمان أنا I'm gonna lose very important benefit. فهو ده الاثنين دول ممكن سبب مقبول إن أنا أقول لصاحب العمل أشكرك أنا عندي ده وبمضي له على ورقة وأديها له، وإذا أنا بعتبر جوه نطاق العمل بتاعه كأنه هو مأمن عليا، كأنه هو مأمن عليا. ليه؟ لأنه التأمين هنا قلنا عنصر الإلزام اللي بيقع على صاحب العمل من فوق 50 عامل وأكثر بيلزمه كمان بحاجة تانية، إنه يأمن على
95% من الموظفين اللي عنده. ايوه. مش هيجي يقول لا انا هأمن بس على 10 والباقي لا، او هأمن على فلين ليه. طيب انا صاحب عمل لسه صغير، سمول بيزنس جدا ولسه مبتدئ. والانكم بتاعي يعني انا بكسب مثلا في الشهر اقل كتير من الدخل، او لما تحسبها في السنة اقل من 15,000 او 16,000 اللي هم الديدلا اللي هم يعني الحد الادنى للاوباما كير. انا بقى عندي بيزنس هيروح مني الميديكال وهيروح مني الفود ستامب ده انا لسه بادي، ده انا لسه يدوب مشروعي صغنن، وضعي ايه، شكلي ايه مع الاي ار اس مع الميديكال ومع الفود ستامب؟ طيب كصاحب عمل والدخل بتاعه في السنه 15 16 مثلا لسه ماشي. بادي 15 16 بعد مصروفاته نرجع تاني النقطه بقى حضرتك ما حطيتهاش، قولها. عدد الافراد الاسره بتاعي كام؟ ممكن اتنين، ممكن تلاتة، ممكن اتنين تلاتة. انا مش هخسر الميديكال. ال 16,100 ايوه ده للفرد الواحد. نزيد خمسة، نزيد شوية للاتنين وهكذا. فهنا لازم ارجع لنقطة انا الهاوس هولد بتاعي كام واحد، دي نقطة مهمة. حتى لو انا صاحب مشروع، ما هو ده بس حتى اللي لو انا صاحب هي مشروع. دي النقطه اللي عايزه اقف عندها. انا مش انا قدام الحكومه عندي سمول بيزنس، بس السمول بيزنس ده ما بيجيبش، لسه بادئ. هقول لحضرتك على نقطه مهمه قوي، اللي لازم تبص على الاثنين. انا ما ببصش على سمول بيزنس او بيج بيزنس، ما ببصش على واحد الدبل بتاعه عاليه او قليله. أيوة. انا ببص على الجروس بتاعك في نهايه السنه، الدخل بتاعي قد ايه هو اللي انا بتعامل معاك بيه. ايوه صحيح. البزنس الصغير بس طلع لي المبلغ ده اللي انا هديني بناء عليه، المبلغ ده يعادل قد ايه من خط الفقر؟ ده موضوع تاني، وهو ده موضوع اوباما كير وموضوع الافوردابيلتي انه بيحسبها على خط الفقر. النقطه المهمه اللي عايزين نتكلم عليها هنا انه الناس اللي عندهم عنصر الالزام. السؤال هنا ايه؟ ازاي انا اقدر، انا دلوقتي العبء المالي بتاعي هيبقى كبير لو ما عملتش، هدفع غرامه ضريبيه كبيره. أيوة. ولو عملت، ما انا هدفع تكلفه التامين الصحي على كل الموظفين اللي عندي. برضه ده بياخد من الربحيه بتاعتي. النقطه دي في نقطه جوهريه قوي في القانون. ايوه. Affordable Care Act ادانا ليميتيشن انه انا اساهم ب 50% من التامين الصحي على العمال اللي عندي. ليه؟ علشان ادخل في الفئه الثانيه ان انا اخد تاكس كريدت. ولكن لو انا مش هاخد تاكس كريدت، انا عندي الفئه رقم 3 من 25 ل 50 مش من حقه تاكس كريدت، والفئه من 50 ل 100 مش من حقه تاكس كريدت. هيبقى بس الفايده الضريبيه اللي هو التاكس ديدكتبل. طيب هنا انا ممكن اقول ايه؟ انا بدل ما اساهم 50% لا اساهم 10% 20% 30. ايه الحد اللي انا اقدر اساهم بيه في التأمين الصحي للموظفين اللي عندي في نفس الوقت أتفادى الوقوع في الغرامة؟ لأن أنا ممكن أقول إيه، أنا هساهم 5% بس، ساهمت 5% وبدفع طول السنة 5%، ممكن أجي ألاقي في نهاية السنة مصلحة الضرائب تقول لي تعالى. ليه؟ لأنه التأمين الصحي اللي أنا بقدمه للموظفين اللي عندي اللي هم 95% من موظفين الشركة not affordable. لأن لو أنا قدمت دعم قليل هيبقى مكلف عليهم، وهم بكل بساطة هيقولوا لي مش هناخد منك الانشورنس
ويروحوا لجفر كاليفورنيا او فورد ممكن او الماركت بليس بتاعهم ويقدموا وياخدوا الدعم من الحكومه. مين اللي هيبقى غلطان؟ صاحب العمل. تمام. هنا انا يا ناحيه عمل تحليل او فاينانشال اناليسيس، تحليل مالي يعتمد من شركه لشركه، يعتمد على الموظفين اللي عندي، حجمهم، مرتباتهم، مستوى الدخل بتاعهم. بنقدر نبص على ايه الحد الادنى اللي ممكن صاحب العمل يقدمه ويظل الانشورنس بتاعه افوردبل ما يقعش عليه غرامه ضريبيه. يعني انا حاسه يعني او انا فهمت من كلامك انه بجد اي حد عن صاحب عمل حتى لو هو فاتح سمول بيزنس بتاعه الصح انه يروح لجوزيف. لا لانه ثانيه واحده انا ما اقصدش اعمل اعلان على فكره عشان بس ابقى فير، انا مش جايه اقعد هنا اعمل اعلان لاي حد بيقعد اي ضيف، انا غير يعني مش هدفي او انا مش موضوعي الاعلان ليه، دي حاجه ترجع له. لكن انا بامانه حسيت انه لازم يبقى فيه محاسب قانوني، حد فاهم. يعني انا شخصيا لو عندي يعني لو عندي حاجه انا حاجه اقول يا جوزيف بدون القاب يعني اعمل ايه في دي، لانك دارس الموضوع وعامل له تحليل بشكل جيد. ربما يكون في محاسبين تانيين بنفس الفكره بس انا ما شفتهمش، لكن انا بتكلم على اللي شفته. ما ينفعش انا من نفسي ابتدي اخد خطوات او اخد قرارات ممكن توقعني في مشاكل. الموضوع محتاج دراسه، محتاج ان انت تشوف العمل حجمه قد ايه، العاملين قد ايه، ايه التباديل والتوافيق اللي انت لازم تدخلها علشان تقدر تطلع لصاحب العمل احسن وضع بالنسبه له واحسن يعني تاكس ممكن هو يقدمه يحصل عليه وكمان ما يقعش في غرامات. تمام. هي النقطه اللي هنا اللي انا دايما بتكلم عليها، انه نمره واحد انه لما نتعامل في التامين الصحي الافضل ان احنا نروح لكفر كاليفورنيا علشان كأشخاص أو كأصحاب عمل هناخد البنفيت بتاع كفر كاليفورنيا، والبنفيت بتاع كفر كاليفورنيا مش موجودة بره مع الشركات مباشرة، مع شركات تأمين صحي مباشرة. بناء عليه بما إني هتعامل مع كفر كاليفورنيا لازم أتعامل مع سيرتيفايد ايجنت. دي نقطة. النقطة الثانية إنه التأمين الصحي والضرايب وجهان لعملة واحدة. لازم دايما احط المحاسب القانوني بتاعي في الصوره واتابع معاه. طب انا عملت ده في نهايه السنه هيأثر عليا صح ولا لا؟ علشان النهايه باخد المحصله بتاعتي الصح، يبقى عملت التامين الصحي، عملته باقل تكلفه، وكمان قدرت ان انا استفيد من المزايا الضريبيه بتاعتي لو ليا أو تفاديت الغرامة الضريبية. أنا السنة دي في الإنكم تاكس في حالات يونيك اتعاملت معاها مع كفر كاليفورنيا. إحنا كلنا عارفين أو حضرتك عارفة إنه يا إما غرامة ضريبية يا إما تاكس كريدت، صح؟ طبعًا. خلاص دي واضحة للناس كلها. واضحة. آه. اللي حصل السنة دي أنا عندي كلاينتس ايوه خدوا الاثنين في وقت واحد. ياه. دفع غرامه ضريبيه واخد تاكس كريدت. فبتمر علينا حالات وده طبعا انا كانشورنس ايجنت انا عارف ليه هو عمل ده، وكمحاسب وانا بعمل قرارات عارف ليه هو اخد الغرامه دي. فمرت علينا حالات وحالات فعلا كانت يونيك قوي قوي قوي. يعني انا حابه طبعا ان انا اسمع نماذج من الحاجات دي لانها بتعمل وعي، يعني بتخلي الواحد اوير اكتر. بس قبل ما ادخل في فكره النماذج عايزه اسالك، هو في فرق بين المحاسب بتاع الشركه او الايجنت بتاع التاكس
بتاع الشركات مختلف عن الانديفيديوال او مختلف عن محاسب التاكس بتاع الافراد؟ محاسب الشركات بتختلف عن محاسب الافراد. الفكره هو المحاسب هو المحاسب ده يعرف ده وده، هي مساله انه الخبره بتاعتك والعمل بتاعك هنا بتعرف ايه اكتر. يعني هي نفس الفكره بس دي يمكن لها قوانين، ليها دي لها قوانين وليها قواعد مختلفه، ولها قواعد واكيد بتدخل على استمارات او حاجات معينه مختلفه كلها. لكن كمان انا ملاحظه ان فكره دراسه الحاله، يعني حضرتك مع الشركه بتدرس حاله الشركه قطاع كبير. قبل ما اعمل الانشورنس لازم ادرس التكلفه وكل الشركه مستواها كام، عدد الموظفين كام، ساعات العمل بتاعتها كام، كام واحد فول تايم كام واحد بارت تايم. بعد ما الاعمار او تكلفه الانشورنس بيعتمد على العمر والزيب كود، دي بتحدد لي تكلفه الانشورنس. بعد كده نبتدي نشوف احنا عايزين السهم قد ايه. في شركات كتيره قوي بيقدموا تامين صحي 100%، دي مريحه للكل. لكن معظم الناس بتقول لا ده عبء مالي عليا كبير. طبعا. طب ايه الحد اللي انا اوصله؟ فاحنا بنعمل اوريدي اكسل سبريد شيت وحاجات كده عشان ناخد قروض من كفر كاليفورنيا. في عناصر تانية او معادلات تانية بتدخل، عوامل تدخل في المنظومة دي بتخلينا نقدر نحدد نقول له تقدم الحد الأدنى إيه ولا ما تقدموش. طيب في أوقات معينة للتقديم بتاع التاكس للشركة زي الأوقات بتاعة الانديفيديوال؟ يعني إحنا لينا وقت عشان نقدم الملف الضريبي ويمكن كمان عندنا اكستنشن للوقت لكن خلاص في ديدلاين. تمام. في ديد تايم. الـ 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 الشركة بتتحاسب كده ليها وقت ولا هي طول السنة تقدر تقدم الملفها الضريبي؟ وهل بتتقدم من الملف الضريبي؟ حضرتك قلت الانشورنس الاول وبعدين تقدم الملف الضريبي في اي وقت؟ لا هنا الوضع التامين الصحي بنعمله الديدلاين بتاع التامين الصحي مع الافراد بيبقى عندي اللي احنا بنقول عليه اوبن انرولمنت. ايوه. الاوبن انرولمنت بتبقى في نهايه شهر نوفمبر بتستمر معانا شهر اتنين تلاته. على حسب، لانه هم في الاول بيحاولوا ينقلوا لنا وقت اطول لكن بعد كده هنلاقي شهر او شهرين نمر لما الناس يتعودوا. فيعني كفر كاليفورنيا بتدي وقت وتخلص وترجع تدي لنا اكستنشن تاني وتدي لنا ريزون علشان تساعد الناس اللي هم لسه ما قرروش، لسه ما عرفوش، لسه واقفين هيزيتيت يعني نقدم ولا لا. بالنسبه للشركات من اول 2016 هنا هينظر للشركه بتقدم تامين صحي ولا لا. الناحيه الضريبيه الملف الضريبي بيتقدم للشركات زيه زي الافراد. على حسب ما الشركه بتحدد السنه الضريبيه بتاعتها ايه. كلنا الافراد بنتعامل على السنه الضريبيه اللي هو الفيسكال يير او السنه الماليه بتاعتنا من يناير ل 31. بعض الشركات ممكن تقول السنه الماليه بتاعتي من فبراير لغايه اخر يناير، او من مارس لغايه اخر فبراير. زي الحكومه عموما معظم الحكومات بتاخد السنه الماليه من اول يوليا لغايه نهايه جون. ففي شركات تختار فيسكال يير سنه ماليه تختلف عن الكالندر يير، فده موضوع تاني. لكن اللي انا بقوله انه في نهايه السنه الماليه بتاعتي كشركه هيقدم الملف الضريبي بتاعي هيبصوا على انا كنت عامل تامين صحي في خلال 12 شهر دول ولا لا، ولو زادت لو ما عملتش هنا هبقى خاضع للغرامه بتاعتي. واضح طبعا ان السنه الماليه هي الشركه اللي بتحددها واثناء السنه الماليه هي بتقدم في اي وقت هي شايفاه. الكلام مع حضرتك يعني غزير
وفي معلومات كتير وبجد الوقت جري، انا ما كنتش متصوره ان الوقت هيجري كده، لكن في النهايه حباك تقول لاصحاب الاعمال او لاصحاب المشروعات الصغيره توصياتك او نصايحك في واحد اتنين تلاته قبل ما نمشي. بحب اوجه لكل اصحاب العمل انه نمره واحد لازم ترجع للمحاسب بتاعك، ولازم تستشير الناس اللي هم سيرتفايد، تسألهم وما تعتمدش على فكرك او على انك سألت واحد تعرفه او صاحب بيزنس تاني، او ما تستناش وتقول هستنى واشوف السنة الجاية الوضع ايه. لازم ندرس بالظبط موقف الشركة بتاعتك ماليا وعدد الموظفين وعوامل تانية كتير. في بعض الناس يقولوا طب احنا هنقلل العدد اقل من 50، يمكن تهرب بس مش هيبقى للنهاية. المشكلة انه احنا لازم نعرف القانون كويس ولازم نتعامل معاه بحيثياته علشان ما يبقاش فيه ضرر علينا بعد كده. والالتزام بالقانون ده احنا كلنا بنحاول انه نتفادى ما نعملش زي ما بنعمل في مصر، اشارات المرور ونعديها وما عندناش حد يقدر يجيب لنا اعفاء من الغرامه بتاعتنا او الحاجه دي. في قواعد وقوانين وكلنا المفروض نلتزم بيها او نراعيها علشان نتجنب اي مخاطر للشركة بتاعتنا أو لينا شخصيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبسعد بلقائي معاك، وبتمنى لحضرتك يعني كل الخير مقابل كل الخدمة وكل المعرفة وكل الحب اللي حضرتك بتقدمه لمشاهديك والمتابعينك. أعزائي المشاهدين، عايزة أفكر حضراتكم أنه بما أن الأستاذ جوزيف هو محاسب قانوني، وبما أن الأستاذ جوزيف هو إيجنت لكفر كاليفورنيا للتأمين الصحي لكفر كاليفورنيا، والأهم من ده أنه مهتم جدا بالفاينانشال، فإحنا هنعمل كورس، هنهتم بأن يكون عندنا كورس شهري. بداية الكورس هتكون أول محاضرة أو أول الموضوع أو أول لقاء في الكورس ده هيكون يوم 14/8. 14/8 هيكون يوم جمعة الساعة 6 في نفس الموعد، علشان نتكلم عن موضوعات كتير هناخدها عن حلقات لها علاقة بالائتمان، سواء كان إيه هو الائتمان، سواء كانت أنواع القروض، سواء كان إزاي نعمل هيستوري أو تاريخ جيد في حياتنا عن الجود كريدت، وإزاي نقدر نستفيد منه، وإزاي نقدر ناخد لون، يعني كل ما له علاقة بحياتنا المالية داخل أمريكا. بفكركم لأنه دي حاجة قيمة ومهمة، ما تنسوهاش وتابعونا. أعزائي المشاهدين، كانت حلقة جميلة وجيدة وغزيرة بالمعرفة والمعلومات، وبستناكم الحلقة الجاية بإذن ربنا في كورس جديد في مجال طب الأسنان. الحلقة الجاية هتكون مع الدكتور جورج والدنتل وعلاقة الأسنان بالصحة وعلاقة الصحة بالأسنان. انتظروني، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.